وعنه رضي الله عنه قال، عنه يعني الها ترجع إلى الراوي السابق يعني عن أنس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. وهذا فيه القسم من غير مستقسم أيضا، وفيه القسم بالتوحيد، لأن الذي نفسه بيده عليه الصلاة والسلام هو الله تبارك وتعالى. نعم. والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.